أصدقائنا المشاهدين، رح ننتقل نحن وياكم، ولأنه نحن من آمن بحق رد، معنا المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات. ماتر تفضل، يعطيك ألف صباح عافية. الخير. صباح النور، أهلين. سلام المسيح لألك بقلبك المستمعين. يا رب بقلبك. يعني نحن عم نمر بأوضاع جدا استثنائية. نعم. بتأمل أنه من الجميع يكون في عندهم الحس الوطني. نعم. انه يقدروا الحالة الاستثنائية اللي عم تمر على الجميع دون استثناء. نعم. مثل ما المالك، مثل ما المستأجر، مثل ما كل الفئات، العمال وكل العالم عم بتعيش بحالة استثنائية بلبنان. نعم. هلا انا بس بدي اوضح كمان انه مش مزبوط انه المستأجرين كانوا قاعدين 40 سنة ببلاش، لا هيدا شيء مش مزبوط. يعني نحن بكون بنتأمل منكم يكون في حلقة لحتى نقدر نتوسع بهذا الموضوع. نعم. يعني ندفع حق البيت أكثر من مرة، والعالم كانت عم تدفع حق البيت وزيادة، وإجت بالتسعينات تقريبا الغلاء أيضا، وأن هي سعر الصرف الليرة اللبنانية. نعم. وأيضا الربط الزيادة بالحد الأدنى للأجور. وكان المواطن اللبناني عم يدفع يلي بقدر باستطاعته أنه يدفع. نعم. والآن بطل في شيء اسمه أجارات 5000 و10000 ليرة مثل ما كان عم بينحكى، لأنه صار في قانون جديد هلا موجود. وهلا ارتفعت بطريقة كمان غير مسبوقة، وهلا مطالب المجلس النيابي بأنه تخفيضها لا يقدر الكل، أنه اللي بيستفيد جزئيا أو ما بيستفيد كليا انه يقدر يدفع هالاجارات البيوت. هلا اكيد كان في تصريح من قبلكم اكيد انه انتم ما يعني هيدا مثل ما بتقولوا هيدا قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي، ويجب تفسير احكامه بطريقه خاصه وحصريه وعدم التوسع بتفسيره. هيدي بالنسبه حصرا خاصه للزيادات، يعني بالنسبه لإذا كان بده اللي العقود اللي منظمة بالدولار، إذا كان حسب المنصة وإلى محمد، هيدا مش حصري جدا يعني. بكرة بنكون إذا في مجال بحلقة بنقدر إنه نشرحها. أما بالنسبة للقول إنه بيتهوا العقود بـ 23، معلش القانون الإيجارات 2/2017 واضح إنه تمدد العقود 9 سنين و12 سنة من 2017. يعني نحن بدنا لازم المالكين، في كتير من المالكين عم يتضامنوا مع المستأجرين وعم بتفهموا الأوضاع وعم بيطبقوا القانون مثل ما هو، ونحن بنحييهم حقيقة لهالروح النبيلة اللي عم بتمتعوا فيها. ولكن ما فينا نجي نحن بهالأوضاع يعني نفسر القانون بطريقة حصرية من وجهة نظر وحدة، مما بيؤدي إلى يعني ضياع بأذهان العالم. وهالمرحلة معلش يعني كل واحد يجرب انه يتضامن، المالك يتضامن مع المستأجر لحماية ايضا المستأجر ببيته. نعم. وبنفس الوقت نحن ما بدنا نقعد ببيوت العالم المستأجرين ما بدهم يقعدوا ببيوت العالم ببلاش. ولهلا في زيادة وهلا مطالب بتخفيضها. وايضا عم بيحكوا عن انه تنفيذ اللجان، هاللجان المهل قطعت منها، وما في اصلا الدولة معها قدرة الى تمويل هذا الصندوق. صحيح. ومش مزبوط انه في 10000 بس يعني شخص قدم على الصندوق، لانه مش عارفين انه اصلا اللجان بلشت عملها، وفي يجب ابلاغها بطرق محدده. لم تراعى هذه، ولا انشاء اللجان ولا انشاء الصندوق، والعالم بعدها مش مبلغه، وفي اجراءات معقده وقطعت المهل. ومش مزبوط انه فقط المالك هو يعني الصندوق بيدفع له، ايضا المستاجر اذا رغب انه يظهر من الماجور عليه انه الصندوق يعوض على المستاجر، وهذه الامكانيه لم تعد متاحه. يعني هنالك عدة إشكاليات يعني بهذا القانون. استاذ أديب أكيد هذا مستحيل الموضوع إنه يتطبق بدون ما يتعدل. صحيح. بس إذا بتسمح لي آخر كلمة. تفضل. في تعديلات هلا بالمجلس النيابي. نعم. نحن عم نقترح إنه يتعدل هالقانون ويكون الكل على نفس المستوى والعدالة. نعم. ويتطبق، بس ما يتطبق من جهة واحدة وبطريقة يعني يكون في يعني ظلم واقع على شيل الظلم لنقول عن 1% من المالكين، ونجي نكبه على مليون واحد من المستأجرين. معلش يعني اليوم يكون في خاصة، خلينا نطول بيننا لتقطع هالمرحلة الصعبة على الجميع. نعم. يلي بيقدر يساعد، يلي بيقدر يدفع على 4000 ومعه إمكانيات وما بيستفيد من الصندوق وقطعت المهل وعامل اتفاق رضائي، اوكي. بس العالم يلي في كتير عالم
بعدها مش قادرة تاكل. اليوم الكيلو اللحمة فوق 100,000 ليرة. للدجاج ما عاد بيقدر بقى يشتري دجاج. العالم ما عم تقدر تاكل، العالم عم تتحر من 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 لقمة العيش، العالم محجوزة أموالها، العالم بعد الدولة منهارة، بنزين العالم ما عم تقدر تعبي. تيجي تحكيني اليوم بهذا المنطق يعني؟ معلش بقى نحن بدنا نساعد يعني لحتى نخلي العالم طيبة عايشة وحتى الكل يتضامن مع بعض يعني، للمالك وللمستأجر. صحيح، نحن بنرجع بنجدد انه الدعوة حتى الناس تتضامن مع بعضها، تتضامن مع بعضها بهذا الوقت، لانه التاريخ مش حيرجع عم حدا. ونحن نحن ما حدا يعني هالصندوق اذا كان اذا انوجزت امواله رح يكونوا للمالكين وللمستاجرين يندفعوا. بس عم نقول لهم عدلوا على القانون، اذا مش قادرين يا الصندوق يدفع ينعمل طريقه انه يدفعوا، يندفع زيادات منطقيه وعلى قدره المواطن على الدفع. بس خليها تقطع هالمرحله لحتى نرجع ومنناشد لجنه الاداره والعدل اللي هي موجود قدامها القانون كمان انه تسرع بالتعديلات، ولكن بالموازاة انه تخلص هالضيقة اللي على العالم وعلى هالبلد وهالفساد المستشري بكافة الشرايين هالدولة كمان يعني يتخفى وترجع هالأموال المنهوبة من ضمن حتى صوت يقدر هالوطن يمشي بسلاسة. نعم، شكرا شكرا استاذ أديب، واكيد بنرجع نتواصل معك لحتى نعطيك. ونحن بنحب انه يكون في عنا حق الرد طبعا وبطريقة هادئة. صحيح، مثل ما بقولوا نقدر نوصل لكل حق حقه، ونقدر نخلي هالعالم تعيش بتناغم وبسلام خاصة بهالظروف. أكيد يعني العالم عم يتألم، بيرجع بتواصل معك فريق الإعداد. أكيد أستاذ أديب بيرجع بتواصل معك فريق الإعداد لنقطع هالمرحلة. نعم، بس بطريقة حتى نرجع نحكي نحن وياك. شكرا 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 أستاذ أديب، شكرا لك. أصدقائنا المشاهدين رح ناخذ بريك صغير وبعده بنتابع بقية ضيوفنا لبرنامج عهوى المحبة لليوم.